البشير. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبايا، له امرأة من بنات هارون اسمها أليصابت، وكان كلاهما بارا عند الله تابعا جميع وصايا الرب وأحكامه، ولا لوم عليه. ولم يكن لهما ولد لأن أليصابت كانت عاقرا وقد طعنا كلاهما في السن. وبينما زكريا يقوم بالخدمة الكهنوتية أمام الله في دور فرقته، ألقيت القرعة جريا على سنة الكهنوت فأصابته ليدخل مقدس الرب ويحرق البخور، وكانت جماعة الشعب كلها تصلي في خارجه عند إحراق البخور. فتراءى له ملاك الرب قائما عن يمين مذبح البخور، فضرب زكريا حين رآه واستولى عليه الخوف. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، فقد سمع دعاؤك، وستلد لك امرأتك أليصابت ابنا فسمه يوحنا، وستلقى فرحا وابتهاجا، ويفرح بمولده أناس كثيرون، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويرد كثيرا كثيرا من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم عين الرب عليه وفيه روح إيليا وقوته، ليعطف بقلوب الآباء على الأبناء، ويهدي العصاة إلى حكمة الأبرار، فيعد للرب شعبا متأهبا. فقال زكريا للملاك: لما أعرف هذا وأنا شيخ كبير وامرأتي طاعنة في السن؟ فأجابه الملاك: أنا جبرائيل القائم لدى الله، أرسلت إليك لأكلمك وأبشرك بهذه الأمور، وستصاب بالخرس فلا تستطيع الكلام إلى يوم يحدث ذلك، لأنك لم تؤمن بأقوالي وهي ستتم في أوانها. وكان الشعب ينتظر زكريا متعجبا من إبطائه في المقدس، فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، فعرفوا أنه رأى رؤيا في المقدس وكان يخاطبهم بالإشارة وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته انصرف إلى بيته، وبعد تلك الأيام حمل امرأته أليصابت فكتمت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول في نفسها: هذا ما صنع الرب إلي يوم نظر إلي ليزيل عني العار بين الناس. كلام الرب. في تلك الأيام صدر أمر عن القيصر أوغسطس. قدس الأب مروان الفاضل العزيز كاهن هذه الرعية، إخوتي أخواتي إخوتي الآباء الكهنة، أولا أشكر لقدس الأب مروان ترحيبه بي ودعوته إياي، ونحن ابناء القدس، إحنا عائلة واحدة في القدس وفي بيت لحم وفي كل مكان في فلسطين، لكي أكون معكم في هذه التساعية الاستعدادية للميلاد المجيد في مدينة المهد في كنيسة المهد. شكرا لك أبونا وللأبوين الفاضلين الآخرين رامي وهيثم. زي ما بتلاحظوا البلاد العربية ممثلة أمامكم على الهيكل، فلسطين الأردن والعراق في محبة المسيح، المسيح حياتنا. كنت قد اتفقت مع قدس الأب مروان أن أكلمكم عن ميلاد السيد المسيح في الكتاب المقدس والتاريخ. في الكتاب المقدس إنجيل لوقا الفصل الثاني الآية
الآية الأولى صدر أمر عن القيصر أوغسطس، أوغسطس أي الجليل، بإحصاء جميع أهل المعمور، وجرى هذا الإحصاء الأول في اليوناني بروتي. هذا الإحصاء الأول عندما كان قرينيوس واليا على سوريا. هنا قد يعترض بعض المؤرخين أو النقاد ويقول الإحصاء الذي تذكر عنه المصادر التاريخية وبالذات عند يوسيفوس فلافيوس تم سنة 6 بعد الميلاد، ولكن القديس لوقا يعطينا المفتاح بكلمة بروتي، هذا الإحصاء الأول، بمعنى أن ما تذكره المصادر التاريخية الأخرى هو الإحصاء الثاني. وفعلا كان قرينيوس واليا على سوريا، بمعنى أنه كان المفوض العام الإمبراطوري على بلاد آرام وبلاد ما سيسمى بفلسطين من سنة 10 إلى سنة 5 قبل الميلاد، وهي بالضبط سنة ميلاد السيد المسيح. إذن أيها الأحباء، هناك أيضا كما يفسرها الأب لاجرانج بروتي بمعنى قبل الإحصاء الذي سيجريه قرينيوس سنة 6 بعد الميلاد. ولكن ربما يقول الناس، طيب لماذا نحن نثق بالإنجيل؟ خصوصا في بعض بشر لما يطلعوا من مدارسنا ما بيلحق يدخل الجامعة بيبدأ يتفلسف ويقول لك شو هو هذا الإنجيل؟ بهذه الطريقة مع الأسف، خصوصا عندنا احنا المسيحيين الشاطرين، بقول لك هاي شهادة الإنجيل غير مقبولة، عسى وكلا، ما هم بيشهدوا للمسيح، مين بيشهد للمسيح؟ تلاميذه. تعرف أبونا مروان زي ما بيقولوا أهل القدس، مين بيشهد مع العروس؟ إما وخالتها وعشرة من حارتها. إذا متى مرقس لوقا يوحنا كل هذول بيشهدوا مع العريس. كما قال لي أحد أصدقائي في القدس، شو في إثبات عن المسيح إنه كان في مسيح؟ يا عمي ما بدناش الإنجيل على خاطره، هاي حطينا الإنجيل. خلينا ناخذ الإثبات من كتب التاريخ، بدنا نفتح كتب التاريخ. كتب التاريخ مصادر وثنية، مصادر يهودية. المؤرخ اليهودي الروماني فلافيوس يوسيفوس بكتب قبل سنة 93 في العاديات اليهودية، بيحكي عن هار يعقوب أول أساقفة المدينة المقدسة، إنه أخو يعني قريب، أخو يسوع الملقب بالمسيح. أي لا إنجيل ولا أعمال ولا رؤيا، يا أخي الملحد المسيحي. عندنا كتابة المؤرخ الروماني الكبير تاشيتوس حوالي سنة 115 عن حريق روما في عهد نيرون، بناء واضطهاد للمسيحيين. ليش اضطهاد المسيحيين؟ بناء على توصيات امرأته الثانية التي كانت متعاطفة مع اليهود. فتش نقش بتلاقي يهود بيحكي عن المسيحيين شو بقول؟ يأتيهم هذا الاسم من المسيح كريستوس الذي سلمه الوالي بونتيوس بيلاطس إلى العذاب في عهد الإمبراطور طباريوس. بتقول لي يا أبونا مش شطارة، سنة 115 بعيدة كثير. تاشيتوس يبني ما كتب على كتاب لإبلينيوس، إبلينيوس الكبير، كتاب التاريخ هيستوريا لإبلينيوس الكبير. بتقول لي مين هذا إبلينيوس الكبير وشو محله من الإعراب؟ احنا عرب شاطرين بالإعراب، ما
يمكن مش شاطرين الا بالاعراب. مين هذا ابلينيوس الكبير؟ هذا رافق فيسبازيانوس سنه 67 ميلاديه وقت ما حاصر فيسبازيانوس اورشليم المدينه المقدسه. اذا عندنا اللي بيكتبوا تاشيتوس يعود الى ما كتبه ابلينيوس، يعني 67 للحساب الميلادي. احنا حكينا لكم عن ابلينيوس الكبير، خلينا نحكي عن ابلينيوس الصغير اللي كتب للامبراطور تريانوس سنه 111 عن المسيحيين. قال له المسيحيين انه طلعت وشايات عن المسيحيين، زي ما نقول بالعربي الدارج راح توزع على المسيحيين، مش بطه وزع، راحت على المسيحيين. قال لهم هدول جماعه قتالين قتلة، يمكن مضبوط هالمره، جماعه مجرمين، جماعه بدمروا وين ما بروح. بعد تقرير لتريانوس شو قال له فيه؟ المسيحيون اناس محترمون زي افضالكم. في عنده بس شغله غريبه واحده، يجتمعون في ايام محدده قبل طلوع الشمس لينشدوا معا للمسيح كريستوس مشيدين به كاله. يعني هي مش قسطنطين اخترع الوهيه المسيح زي ما بيقولوا بعض المعدمانيين ويهود شهوه، هيو ابلينيوس الوثني بقول لك المسيحيون سنه 111 ينشدون للمسيح كاله. نيجي ايها الاخوه والاخوات الى بعض التفاصيل التي نجدها هنا في بيت لحم. بتلاقي اللي بيعملوا لنا خشب الزيتون بحطوا، ايها الاباء الاعزاء، بحطوا هالمغاره الحلوه من خشب الزيتون وبعدين بحطوا لنا نخله. طيب ما فيش نخله في الانجيل، من وين النخله؟ النخله موجوده في انجيل منحول منسوب الى القديس متى، واللي بيقول فيه انه السيده العذراء كانت بعد ما ولدت الطفل يسوع انه كانت جائعه وانها ارادت ان تاكل من التمر، فامر يسوع الطفل، امر النخله ان تنحني وتغذي والدته، وبقيت النخله منحنيه حتى تغذت والدته دائما البتوليه منها. نسمع كمان ان المسيح تكلم وهو طفل صغير، هذا نجده في الانجيل العربي والانجيل الارمني للطفوله، وكلاهما منحول لا تعترف بهما الكنيسه. اما في الكتاب المزيف المدعو زورا وبهتانا انجيل برنابا وهو من العصور الوسطى وكتب اصلا باللغه المعكرونيه اي الايطاليه، فيقول في الفصل الثالث جمله رقم 2 عن ميلاد يسوع: كان بيلاطس حاكما زمن ميلاد المسيح، وهذا كلام فارغ لأن بيلاطس حكم من 26 إلى 36 للحساب الميلادي إلى أن عزله القيصر. طبعا يمكن تقولوا إنه هاي المعلومات ثمينة ولا مش مفيدة ولا مش مفيدة؟ ممكن تقولوا هاي معلومات مهمة جدا معناش خبر فيها. هاي المعلومات، ويسرني أن أقول هذا الكلام أمام كهنة أفاضل منهم كاهن رعية ومدير مدرسة بنفس الوقت، مدرسة ترا سانتا
اللي تأسست سنة 1598 وقت ما الأتراك كانوا يفتحوا السجون ويسكروا المدارس ويهجروا شعبنا. إنه هاي المعلومات آباء الأفاضل لازم تدخل في منهاج التعليم المسيحي، لأنه الأشياء اللي ما بتدخل في منهاج التعليم المسيحي مع الأسف 95% من شعبنا مش راح يعرفها. ممكن تقولوا لي إنه راح ينساها بعد الامتحان. على فكرة هلأ زمن الامتحانات، يا عم يعرفها قبل الامتحان، ومعلش إذا نسيها بعد الامتحان في أحد الأيام راح يرجع إلها، كما يقول المثل الألماني was hinchen nicht lernt lernt hans nimmermehr، ما لا يتعلم حنا الصغير لن يتعلمه حنا أبدا. سلامتك وتعيش كل تعكل يا عم الياس. أيها الأحبة، هذا كان القسم الأول، الإنجيل، المسيح والتاريخ، ميلاد المسيح هنا في بيت لحم في هذه المغارة حيث يقيم كان رعية بيت لحم في منتصف الليل، القداس الإلهي في نفس اللحظة اللي غبطة البطريرك يترأس فيه القداس في كنيسة القديسة كاترينا في المغارة. لماذا ولد المسيح في هذه المغارة في بيت لحم مش في الناصرة؟ الإنجيل المقدس يقول ذلك. بطلع لنا بشر يتفلسفوا من فرنسا من جامعة بصروين، المسيح لم يولد في بيت لحم، شو الإثبات؟ كما قلنا لأحبائنا معلمي مدرسة ترسانتا وسائر موظفيها الأحباء، أدريانوس الإمبراطور الروماني إسباني الأصل أراد أن يزيل كما يشهد القديس يرونيموس كل أثر للمسيح، فبنى فوق المغارة حرشا لأدونيس حبيب فينوس إلهة معبودة الجمال. فأثبت أدريانوس الوثني مكان ميلاد المسيح. السؤال، والقديس يرونيموس كتب بحزن بدل ما نسمع، حيث سمع أول صريخ للطفل يسوع لأن اليوم يسمع بكاء الوثنيين على أدونيس. هون في المغارة، هل شايفين المغارة تحت هاي اللي بتنزلوا لها بالدرجات؟ هون عاش ماري رونيموس 36 سنة، سنة تنطح سنة، كادوا يعموا عينيه، كاد يصاب بالعمى من كثر القراءة، احنا نصاب بالعمى من كثر التلفزيون. أيها الأحباء، ثلاث نتائج روحية. النتيجة الأولى، الوثنية. الوثنية هون في بيت لحم في هذا المكان، إلى أن أتت القديسة هيلاني ومعها مهندسين. على فكرة اليوم الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة في فلسطين وسائر ديار العرب وغير بلاد أرثوذكسية تحتفل بعيد القديس نيكولاوس، فكل عام والجميع بخير. اليوم أيضا حرر 550 أسير فلسطيني، حرروا من السجون الصغيرة إلى السجن الكبير الذي هو فلسطين المحتلة. إذا بعض النتائج الروحية، أولا الوثنية. شو اللي جايب لنا الدور؟ إحنا المسيحيين. الوثنية، وثنية أدريانوس اللي بده يطمس معالم المهد. الوثنية يا أبونا اللي بدها تطمس المسيحية عند أهالي بيت لحم وسائر المنطقة.
منطقنا. هل نحن من جماعة يسوع أم نحن من جماعة أدريانوس مصارع الثيران الإسباني الإمبراطور، ومن جماعة أدونيس معبودة الجمال؟ بديش ما تجيبوش سيرة، بس تتذكروا قبل الانتفاضة الأولى كان عندنا إحنا المسيحيين في هذه المنطقة ما شاء الله علينا، كان عندنا كل يوم سبت حفلات للساعة 2:30 الصبح. روح بعدين قول على القداس، بعدين بقول لك الخورة، الخورة هم اللي بهجزوا الرحيم. يعني الناس بأمنوش بالله عشان احنا الخورة، الناس بتهولوا احنا الخورة، احنا المسؤولين، وانتوا الرهبات مسؤولين، اما مش الوثنيين. الحفلات الوثنية، عيد الميلاد ربع جريدة القدس اليوم، ربع المسيحيين في انجلترا، بريطانيا اللي جابت لنا الدواء بعد 15 أيار 1948، ربع البريطانيين المسيحيين، لا المسلمين ولا اليهود، لغوا الاحتفال بعيد الميلاد. ليه؟ من شانجو المصاريف، ولا مصاريف كثيرة لغوا عيد الميلاد. عيد الميلاد يعني المصاريف، عيد الميلاد يعني الحفلات، عيد الميلاد يعني القاعات، المطرب الفلاني والمطرب الفلاني، هذا هو العيد. عيد الميلاد يعني السكر، هل هذا هو العيد؟ طبعا عندكم لا، عندكم لا، وعند سائر الترحميين مش هذا العيد، وعند اهل بيت جارة وبيت سحور مش هذا العيد، مش لازم هذا يكون العيد. ما تعطوش اولادكم هدايا باهظة في العيد، ما عمي ما تهدوش بعض هدايا، ما تتنكدوش من المسيح بسبب الهدايا، أين مسامحينكم من هذا الهيكل من كل الهدايا، ما تهدوش حدا هدايا، الهدية هي انتم، الهدية هي قبلكم المسيح الطفل، الهدية هي العذراء، الهدية انكم تعترفوا، الهدية انكم تتناولوا، الهدية انكم تتصالحوا، الهدية انكم تطلعوا على قيد الحياة مش تقتلوا بعض زي ما صار في هالمدينة. ولا لا؟ شو نلبس على العيد؟ شو نطبخ على العيد؟ كان رحمة والدي الله يعطي طول العمر لحبايبكم، كان رحمة والدي يقول مثل عند أهل القدس، وين الناس بقضوا الأعياد؟ تعرفوا وين؟ اليهود بين الزهور، والمسلمين بين القبور، والمسيحية بين القدور. عالطبيخ مع الاحترام للمطابخ، العبرة الثالثة والأخيرة وليست آخرة لكل شأن last but not least، حقيقة المسيح. المسيح ليس أسطورة، المسيح حقيقة، المسيح هو الحق، نحن أهل الحق. زي ما كان يقول مرقولوس، انا لا استحي من الانجيل، احنا ما بنستحيش من المسيح، لانه المسيح هو الحق، لانه المسيح هو القديس، لانه المسيح هو القدوس. وبدي اختم كلامي، الحق، الحقيقه. قديش بتحبوا اولادكم؟ معروف عنا احنا المسيحيين انه بندلع اولادنا، من جلط أولادنا. وأنا اخترعت مثل للمسيحيين العرب، أو على الأقل للمسيحيين الفلسطينيين، خلينا بس نحكي عن أنفسنا، جلطوا بجلطك، جلط ابنك بجيب لك الجلطة، دلع ابنك بجيب لك الجلطة.
جلطه بجلطك، جلطها بنتك تجلطك. أولادكم بتحبوهم، الله بحبهم أكثر منكم، بس لما تدلعوهم بتدمروهم. شو كان يقول الكتاب المقدس؟ الذي يوفر العصا يفسد ابنه، بالانجليزي spare the rod and spoil the child. وطلع قانون في بريطانيا المتدهورة، هاي حلوة يعرفوها الآباء، ممنوع عقاب المعلمين، بس ممنوع ضرب الأطفال، هذا مفهوم. لا، طلع قانون جديد ممنوع الأولاد يضربوا المعلمين، فممنوع أولادكم يضربوكم، ممنوع أولادكم يتنمردوا عليكم. وإذا بتنمردوا عليكم خليني أقولها بالعربي وأنا خوري زائر، خليني أزهر عليكم. أنتوا إذا أولادكم بتنمردوا عليكم الحق عليكم، إذا الخور إذا أولادكم بتنمردوا على الخوري والراهب والمعلم والكبير بالعمر الحق عليهم، ولكن تسمحوا لي الحق عليكم. حقيقة المسيح، كلمة حق بالعربي لها معنيين، الحق يعني الحقيقة، والحق يعني الواجب والوصول. بدنا نطلب من سيدنا يسوع المسيح ميلادا جديدا، خليني أنهي كلامي، ميلادا جديدا بالنسبة للتعليم المسيحي، بتعاون من الأهالي مع الكنيسة والرعية والمدرسة، وبدنا كمان ميلاد جديد في تربيتنا للأجيال الجديدة. ولد لنا ولد، وهب لنا ابن باسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد.